تصبري يا بنيتي، ما بعد تضيج إلا الفرج إن شاء الله. يلا يما، مع السلامة. السلام عليكم، شلونك يما؟ عليكم السلام، هلا حبيبي هلا. يوم وينك ما شفتك؟ قاعدة أذاكر. إي كفو، عسى الله يوفقك إن شاء الله. مشكور يا أخوي. الله، يا حلو هالكلمة على لسانك. إي هذه نيومة اللي نعرفها الحبوبة. لأنها تنقال من إحساس صادق نابع من القلب. ترى مو كل أخو تقول لأخوي. يا بعد الإخوان كلهم أنتي حبيبتي والله. ضمنتيني يعني مو ماخذة بخاطرك مني ها؟ أنت أخوي الغالي وما شيل بخاطري عليك. حبيبتي أنت الله يعز غاليك. ترى جيتك البارح الغرفة ولقيتك نايمة، كنت بطيب خاطرك. اي انا الزم علي خواتي واخواني، ما ارضى احد فيهم يشيل بخاطره علي هالكثر. الله يحفظكم ويخليكم لبعض ان شاء الله. امين يما، عسى الله يسمع منك ان شاء الله. اقول يما؟ نعم. بغيت اكلمك شوي عن العرس. زين يما، عيل بنيتي روحي دارك، خلي اتكلم انا واخوك بروحنا. ان شاء الله. صراحة روعة هالموديل، بس عاد هالخام وين ألاقي؟ أوف 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 أوف، روعة روعة روعة، صدق حلو، عاد هذا ستايلي المفضل. أنت بالله ما تقولي لي ما تيوزين من نجرة مع الخدامة؟ يعني لا المسترجع سالمة منك ولا اللي تينا نص دوام؟ هي إيش فيك أنت مصجج؟ مصجج شاية تناجرين معاي؟ أنا مو جاية أتناجر معاك، بس ترى مليت طق راسي طق مخي من هالحنة كل يوم، أبي حل. تبي حل كيفك والله، انت تحبين المشاكل والحنه والرنه. هذا انا قايله لك ألف مره، ما تروحين مكتب خدم تطلبين خدم قبل لا اشوف صورها وافل بروفايلها تفلي. الا انت تحبين الحنه. اي وانت حضرتك ما تيوزلك اي خدامه طبعا، ماكو مكتب ماكو سفاره، انا واخوك اللي يحفظونا. خير يا طير، خير يا طير، ما يحفظونا كيفهم، عاد انا دافعه فلوس وابي خدامه على مزاجي كيفي انا. ودام عارفه ان طبعك اكشر كذي ليش ما تغيرينه وتركدين؟ والله عاد انا طبعي ما في شيء، بس انت يا اخوك المتخلف اللي مو راضين تفهموني. الله يزين، الله يهديك ان شاء الله. اقول لا تسوي روحك في غيرهم سكينه، فهمتي؟ هالسوالف مو علي انا. جبه حلوي. استغفر الله العلي العظيم. ما أقول إلا الله يهديك إن شاء الله يصلح بالك. عسى ما شغي أخوي، فيك شيء تشتكي من شيء؟ لا يكون راعي ضغط ولا سكر. أنا ما شغي أخوي، بس ما أدري ريلي فجأة شي شبت علي. مشكور ما قصرت. سيارتك هني ولا جاي مشي؟ لا والله سيارتي هني بالمواقف صافطها. ايه الكوم خلنا وصلك سيارتك، ما تقدر تمشي لك خطوتين. الله بيعيني ان شاء الله، لا تتعب روحك يا اخوي. يا اخوي قوم، الناس للناس والكل بالله، قوم يا ريال. احمد الله والديك ما قصرت. وكالة. يلا عادي عادي. ما ادري فجأة كذي شبت علي، ما ادري ايش فيها. ما شر ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. تسلم. ها حامد اسمع، ابي التغيير موجود باكر عندي. المالك القديم والمالك الجديد. واذا عندهم شركاء يكون احسن بعد. اوكي اسمع، شوف لي الارض اللي مجاب له الفندق. اي منو شاريها؟ من لا يعني شوفها ضروري. ها يلا.